هو عايش في بيت يعني لحاله، وعادة يروح للجامعة يوم الجمعة. البارحة بالليل كان معانا لأنه يجي يتغدى عندنا ويتعشى عندنا ويروح. فعادة الجمعة بعد ما يخلص الصلاة يجي عندنا على مدة نتغدى. فبعدين ما أجا وسمعنا خبر بأنه هو اللي صار التعدي على المسجد كرايست تشيرش. رحنا على طول للمكان الجامع، كان الطريق مسدود تماما، وسألنا قالوا روحوا للمستشفى لأنه الميتين بقوا بالجامع واللي مجروحين ودوهم للمستشفى. فبعدين رحنا للمستشفى طلب قطر إجازة الساعة 12 في الليل. بين كل فترة وأخرى يطلعون قائمة بأسماء الجرحى اللي يعني نجوا من العمليات. اسم ابني حسين ما موجود لحد الآن، وفي لحد الآن 6 فاقدين الوعي، لهذا ما يقدرون يعرفون أسماء. أنا دا أنتظر لحد الآن بالمستشفى، والله كريم، ما أعرف إذا كان من الأحياء ولا من الأموات. أنا نشر الخبر على موت، يعني أطلب الدعاء يعني يعني ما بعرف. وهاي آخر الأخبار بأنه بقوا 6 ما نعرف بيه. كلن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، يعني خلاص هم قتلوا أكبر عدد، فما أعتقد راح يتكرر هالشيء. ما أعتقد، هاي أول مرة تحدث في كرايست تشيرش. يعني كنا فاكرين بأنه جدا جدا أمينة جدا، وخصوصا كرايست تشيرش 22 سنة، يعني ما في أي شيء غلط من البلد، بالعكس أمينة جدا جدا أمينة البلد، يعني مطمئنين، كنا كلش مطمئنين. بس الظاهر هذا واحد من استراليا جاي وده ينتقم من المسلمين.